ابعد يا عمر. الليل الساعة 12 ونصف الليل أجوا الجيش كسروا الدار وطبشوا وأخذوا السيارة وحلوا جهاز الدي في آر وظلهم معانا تقريبا لحوالي الساعة 2. هم يفتشوا ويكسروا ويطبشوا ما بنعرفش على شيء. شو حكوا لكم؟ حكوا لنا بدنا قالوا انتم بتعرفوا، كنا ما بنعرفش شيء. احنا الاولاد صار لهم عندكم 25 يوم لا زارهم المحامي ولا زارهم الصليب الاحمر وهيك بس. طب بفتشوا عن شيء وجابوا كلاب معاهم، دخلوا كلاب على البيت، فتشوا داري وفتشوا دار اخوي احمد وفتشوا دار اخوي صالح وفتشوا دار اهلي دار ابوي وما بنعرفش على ايش. اخذوهم من بدايه الشهر بواحد اثنين من البيت اجوا في البيت اعتقال. اعتقلوا احمد واعتقلوا صالح بنفس الليله ولحد هسه لا لحد هسه المحامي ما زارهم، لحد هسه الصليب الاحمر ما زارهم. انا كنت عند الصليب الاحمر وفي نادي الاسير ونفس الشيء بيقولوا لحد هسه في عليهم منع امني، لا زالوا بالتحقيق. اجوا فتشوا البيت كلياته زي ما انتم شايفين، دار احمد ودار صالح